السلام عليكم. المهم حنا مدرسه عبد الكريم الخطابي، صراحه اليوم كان عندنا اللغه العربيه امتحان سهل بزاف، مستوى في متناول، اسئله سهله، نص نظري حيت حنايا علوم انسانيه، وصافي الحمد لله عملنا اللي علينا في مؤلفه طيحونا ظاهره شال الحادث، داكشي سهل بزاف اللي قريناه هو اللي طاح الحمد لله، وان شاء الله يا ربي نجحوا ندوا نقطه مزيانه، نفرحوا الوالدين ديالنا، واهم حاجه الحراسه كانت مزيانه، يعني ماشي زيروا علينا وهادي، ولكن عملوا الجهد ديالهم، يعني الاساتذه داكشي اللي خصهم يعني يحرصوا، ماشي شي حاجه بحال هيدا. المهم ان شاء الله يا ربي نطلبوا النجاح الكاملين بينا، نجحوا ندوا نقطه مزيانه، نفرحوا الوالدين ديالنا، وشكرا. صراحه هذا شويه مزيان، مؤلفات كانوا ما هذوك طيحونا على هذا الشيء الحادث، شويش نص نظري جانا شويش معقد ديال القصه. المهم كان داكشي مزيان الحمد لله، والصراحه الحراسه كانت مزيانه حتى هي، ماشي كانت مزيره بزاف، وكنطلبوا النجاح لكلشي ان شاء الله. امتحان يعني ساهل، نص نظري حنا غنقيمو حنا كنخدمو فيه عادي، غير يعني ساهل بزاف، قصه قصيره يعني خدمناها، وخدمنا نص نظري ماشي غير مره، يعني كان امتحان في متناول الصراحه، وبالنسبه حتى ظاهرة شعبي حديث يعني الصراحة كانت في متناول، عملنا الفصل الأول اللي كانت صراحة يعني سهلة بزاف، يعني ماشي شي حاجة يعني معقدة اللي أتناقل ولا اللي غادي يتسرب ولا شي حاجة سهلة بزاف. امتحان بعد أخا والصراحة مضخم، أفضل حراسة طاحت فينا، الحمد لله صلينا الفجر قرينا القرآن الحمد لله هادشي اللي كايم، أساتذة تعاملوا معنا ولكن اللجنة أخا ماقدرش نقول لك، مادام كيكشطوا دران الدوان واحد خانا باقي انا دلعدي قال لي اراه نزله فوق الطاوله تقول ما عرفش شنو فيها، والله لا حشومه هادشي، ولكن الحمد لله عمرنا الواقع هادشي اللي كاين، جاوبنا كلشي الحمد لله. ان شاء الله نجيبو ديك 15 اللي قدام. ما كذبش عليك دابا انا عندي توجه ديالي باغي نرجع ضابط الشرطه، فهمتي؟ حيت الوالد ديالي ضابط الشرطه وباغي نرجع بحالو انا البعيده، لا حنا الناس طنجه ما كناقلوش الخاو، الناس ديال الداخل هما اللي كيناقلوا. ما كذبش عليك فقت الصباح صليت الفجر والصبح وجي، والصراحة بدا امتحان مزيان صراحة، المهم همانا الوراقي كان سيدنا خفيفة كما كتعرف، الحمد لله، المهم الحمد لله، إلا بقينا هيدا إن شاء الله ننجحوا إن شاء الله. أنا دعاوي الوالدين صافي، أقسم بالله خاو ماشي دعاوي الوالدين، إن شاء الله إن شاء الله يجيبوا ديك باكالوريا واخا كبارين شويش، ثلاثة جياوي أربعة في الجياوي خصنا نجيبوا ديك باكالوريا نفرحوا الوالدين ديالنا والسالم، إي والله. انا نكون انا محامي نكون او لا قاعد قريت راجع زعما جاوب نعم شي شعب انا كنحفظ وفهمت وش كنشكر واحد الاستاذ ديالي حمزه صحيح باش هو اللي فهمني فهمني زعما العربيه اللي دخلت اليوم ما جاتني لا جابها هو بحال اللي جبتها انا ولا جبتها انا بحال اللي جابها هو اصلا خصنا نجيبوها للوالده ماشي على شي حاجه يا اخي عندك شي عامل امي ضروري امي امي قبلك بس امي عمي انا المهم المهم على مولانا ان شاء الله رضات الوالدين معانا صافي ان شاء الله. الامتحان في المتناول يعني اللي حافظ راه يعدل، اللي ما حافظش يعني طبيعه الحال يعني ما يقدر يعدل حتى لعبه، يعني العربيه فيها الحفظه وضروري فيها الحفظه وفيها فهم حفظت كل شيء هذا المدرسه ما يخلي استاذ العزري العزري جمال العزري زعما يعني اساسي العام الخدمه ديالهم يعني يعني اساسي العام الخدمه ديالهم يعني هذه الخدمه ديالهم ما يقدرش يعني اللي حافظ يقدر يعمل شي حاجه واللي ما حافظش يعني هو وزار ديالي يقدر يعمل يقدر ما يعملش. انا واحد الحاجه اللي باقي عاقل ليا في الامتحان العربيه هو اسم الكاتب احمد المعداوي مجاتي الله هذا اسم هذا تنزلوا في اللغه العربيه امتحان وطني امتحان دازما صعيب مسائل الاسئله عملنا شي بركه ما كاينش يتناقل سكانر دخل اساتذه عاملين الواجب ديالهم حنا عاملين الواجب ديالنا شهر وحنا كنبريباريو لهذا الامتحان هذا وعلى مولانا يكون خير صراحه الاسد كانوا اللي عامره سلعه جاوبت على النص والنص خليته صراحه المؤلفات كانت صعيبه شي شويه هذاك الشيء 10 11 حنايا ما كنطلبوهاش كبير كنطلبوها صغير يتعاملوا معنا في التصحيح المصحح يعني واخا الخط ديالنا ضعيف شويه شي تعاملوا معنا الله يرحم الوالد حتى انا عندي الخط ضعيف شويه فهمتي وعلى مولانا. السلام عليكم. مهم بالنسبه للامتحان داز مزيان صراحه داكشي اللي كنا متوقعينه هو اللي طاح كنا حافظينه وبالنسبه للمراقبه صراحه كانت ما كانتش مرخوفه كانت صراحه صعيب المهم شدده مهم دابا دوزنا امتحان صراحه مزيان وكنتمنى اللونغليسيه تكون في حاله
صراحه خايف نهتم من الانجلي ومن الفلسفه حتى هي اذا ما طاحش الوضع البشري طبعا. الاسئله كامله جاوبت عليها. المهم داكشي اللي حفظته هو اللي حطيت له تما. نقدر نجيب داك 14 15 بحال هذا ان شاء الله يا ربي. بغيت نقول لهم تعاملوا مع الورقه والله زعما الاحلام ديالنا كامله فيها، وكنتمنى صراحه يسهلوا في التصحيح ونجيبوا شي نقطه زوينه. صراحه الامتحان كان ساهل، وديك الشيء اللي كتفوا عليه الاساتذه هو اللي طاح صراحه، وجاوبنا على كل شيء. مؤلف التحضيرات الشيء الحديثي اللي كيراجعوا الادبيين، وقصيده في سؤال الدرس هي اللي كنت صراحه مراجعه على مزيان. والعشيه ان شاء الله الله نتمنى سيدوس بحال هيدا ودوس بحال اللي كنتوقع ان شاء الله. السلام عليكم، ومساء بن ياسين من تلميس عبي عبد السبتي. اليوم كان عندنا امتحان ديال اللغه العربيه، كان صراحه امتحان في مستوى وكان ساهل، يعني ماشي حاجه صراحه صعيبه. كنا كنتوقعوا صراحه صعيب على هيدا، ومن ناحيه ديال الاساتذه كانوا صراحه مزيانين، يعني كانت كلشي كان التعامل في قسم وكان مزيان، يعني ما كانش شي ضغط علينا ولا شي حاجه، بالعكس كانت الدنيا مخوفه الصراحه، ما كانتش شي حاجه. الحمد لله جاوبنا كلشي صراحه، جاوبت كلشي في امتحان كامل، طلعت كلشي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.